هنقضيها مع مزيج سوداني إيطالي لموسيقى الجاز. عايشة، مزيج غريب الصراحة. أكيد. نعم باسل، مزيج غريب، والمغنية السودانية الإيطالية أميرة خير استطاعت أن تقدم نمطا مميزا لموسيقى الجاز السودانية الذي يمنح محبي الإرث الموسيقي الثري في السودان فرصة للتعرف على الشجن المميز وعلى الموسيقى الصوفية، وهو التوجه الذي جاء ليعكس نشأتها. نتابع في التقرير التالي. يا أختي يا أختي وريني موهباتك، وريني أحلامك، يلا نبني عالم بشكل مختلف وبأفكار تانية. هكذا تصدح أميرة خير محفوفة بعصابتها الموسيقية، حاملة هموم المرأة في السودان دون أن تتورط في السياسة، فهي تريد لموسيقاها التي تمزج مآثر الميلوديا السودانية بغناها الشعبي بالطبوع الأمريكية اللاتينية أن تبتعد عن الآني وأن تتشبث بالقيم في أشمل مفهوم لها. وتستعين أميرة خير بخلفيتها الثقافية المتعددة لخلق أنماط موسيقية تستكشف الانتماء والقيم الروحية المتعالية، كما تحرص خير من خلال موسيقاها على تقديم رسالة عالمية للسلام. The music is it draws a lot from traditional Sudanese music. غنائي ينهل في كثيره من الموسيقى السودانية التقليدية، بمعنى أنني ملهمة كثيراً بالموسيقى السودانية بمختلف أشكالها، ولكني أدخل في أغاني الكثير من التأثيرات الموسيقية العالمية في مجموعتي من دول مختلفة، وفي النهاية لا تصبح هذه موسيقى سودانية تقليدية، ففيها شيء من الجاز والبلوز والسمات الأفرو لاتينية. عشقت الغناء الشعبي السوداني منذ صباها، وأتت إلى الساحة اللندنية مشبعة بالأهازيج السودانية لتضيف إليها الجاز والبلوز دون أن يخبو فيها وهج الانتماء إلى الوطن. مبتغى خير أن يكون لألبومها صحراء الصدى الذي يستحقه في الوسط الموسيقي اللندني. لا أحد ينكر أن خير ما زالت تبهر كل مستمع إليها، فقد استطاعت مثلاً أن تقدم نمطاً مميزاً لموسيقى الجاز السودانية حافل بالشجن الصحراوي والتعابير الموسيقية الصوفية. If we had to choose one value here, it's honesty. إذا كان علي أن أختار قيمة لوصف هذه الموسيقى فهي الأمانة، أنها موسيقى أمينة ومخلصة في مواضيعها، فلسنا هنا لنستعرض أنفسنا، ولدينا صدى إيجابي من الجمهور لأنه يشعر بأن موسيقانا صادقة. ما يميز موسيقى أميرة خير أنها مفتوحة على الارتجال، فالإيقاع جميل وللموسيقيين مساحة واسعة للابتكار والتعبير الفني عن أنفسهم. أميرة خير توصف بأنها الجريئة والجميلة والشاعرية التي تتناغم مع كل التأثيرات النابضة بالحياة في انتظار الصدى الذي سيؤلقها إلى العالمية. لبرنامج اليوم على الحرة، كمال علواني، لندن.